المضمر عبيد بن شيران المري. ينتهي شوط مشاهدينا الكرام ليبدأ شوط آخر وتنافس آخر في هذه الانطلاقات المستمرة هنا في هذا الميدان، ميدان المرموم. يجمعنا بكم دائما في كل المنافسات وفي كل التحديات الرائعة والجميلة. الكل يتابع، من يتابع خلف الشاشات دبي ريسنج على العرب سات والنايل سات، دائما تابعوا هذه القصة المثيرة في سباقات الأجن. نتابع ونعود إلى المركز الأول. إعلان هي من تقترب إلى أول المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وفي التضمير مسري بن سالم بالعرطي الحميري اللي انطلقت على أول المراكز في هذا الشوط. أما المركز الثاني، شوف المركز الثاني هنا الظبي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمر حمد بن خميس الغويص في الثاني المراكز، ونهديه التحية والناموس والفوز على فوز وضاح بأحد الأشواط المسائية. شوف هناك تغيير على المركز الثاني اللي غيرت الآن لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم، وفي التضمير سيف بن احمد بن خليده هي الشاهينيه غيرت كل المراكز وانتزعت صداره الشوط. اذا المركز الرابع نتابع من الجانب الاخر في هذه اللحظات، امجاد لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد ياتينا مشاهدينا الكرام على المركز الرابع. بينما خامس المراكز وصلت العنود في هذه اللحظات من هجر العاصفه في خامس المراكز، والواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابعها في عملية التضمير. المركز السادس فزعة تاتي لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، المضمر سعيد بن عبيد بن مروشد ياتي مشاهدي الاعزاء في المركز السادس في هذه اللحظة. والمركز السابع غزلان اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بسالم العرطي الحميري في تضميرها تحتل الموقع السادس والمركز السابع. شوف المركز السابع هناك تغيير على المركز السابع وغيرت الان ملوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، والمركز المركز التاسع شاهينيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي بن واصف التضمير. المركز العاشر الشرود سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه الاسماء المشاركه في هذا الانطلاق حتى هذه اللحظات، ولكن فارق كبير بين المركز الاول والمركز العاشر. نعود الى الصداره والى مقدمة الشوط مشاهدين الكرام ونتابع الصدارة والبداية لهذا المشوار. المركز الأول إذن هناك على الصدارة مشاهدين الكرام انطلقت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وانتزعت المركز الأول وسيطرت سيطرة واضحة مع المضمر سيف بن أحمد بن خريدة على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. يا سلام يا أبو خليل يقود كل هذه الأسماء وهذه المجاميع مع هذا الوضع حتى هذه اللحظات. المركز الثاني هناك تصل الظبي لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم والمضمر حمد بن خميس الغويص السويدي على ثاني المراكز. والمركز الثالث وصول من اعلان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر اعلان مسري بسالم العرطي الحميري، وكذلك تليها غزلان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وصلت العنود لهجن العاصفة تتواجد على المركز الخامس لهجن العاصفة ومع المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير خذت المركز الخامس. هذه الخمس المراكز حبلنا الكريم تقريبا في موقع واحد يجمع بالناموس ويجمعها بالمنافسة والتحدي ورغبة الفوز وطموح المضمر مع كل لحظاتي وكل أمتار الشوط. لكن العودة إلى صدارة الشوط هناك الشاهينية لا تزال حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مع هذا الشوط وال1200 متر الاخيره المتبقيه على خط النهايه، والشاهينيه صامده. شاهينيه اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لا زالت صامده حتى هذه اللحظات في مكانها الصحيح مع المضمر سيف بن احمد بن خريده، ولكن ارى الهجوم مبكرا يا بن خريده، ارى الهجوم مبكرا والعنود اللي قادمه الان، العنود اللي شقت طريق
فريق الناموس العنود لهجن العاصفة مع هذه اللحظات، ولكن نرى من الجانب الآخر غزلان ولكن العنود مصرة إصرار الفوز إلا أن تنتزع المركز الأول كأخواتها. يا سلام، انطلقت العنود وانتزعت المركز الأول في هذه اللحظات الهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد برغدير، والمركز الثاني هناك من الجانب الآخر غزلان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع الخبرة ومع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز الثالث هناك الشاهينية تتراجع إلى هذا الموقع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر سيف بن أحمد بن خريدة. نعود إلى العنود، خلاص العود أحمد مع العنود، ولكنها خلاص بعدت المسافة لتهدي مالك العاصفة هذا الناموس وتهدي مالكها ومضمرها. أجمل تحية وناموس في ميدان المرموم من البداية حتى هذه اللحظات، ولكن هذا الاسم العملاق سيظل مشاهدين الكرام دائما عملاق في كل تحديات الموسم. العنود إذن تفارق كل الجميع، تفارق الجميع لتنتصر في النهاية ومع خط النهاية. تهانينا والناموس، واسعد الله مساكم يا أهالي مرغم على هذا الفوز وعلى هذا الناموس، وتستحقون أكيد كل تحية وتهنية خاصة من طاقم دبي ريسنج. هذه العنود تصل إلى خط النهاية. المركز الثاني الغزلان لاسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، وكذلك إعلان لاسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم في المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم، والمركز الخامس لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء نتابع الآن من خلال هذه اللحظات على شاشة التلفزيون 6:19 و5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز وعلى هذا الناموس، والثانية للواثق حمد بن راشد بن غدير مع فوز العنود. المركز الثاني والثالث وانا الثاني إعلان أو غزلان اسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم 6:20 9 أجزاء من الثانية، والمركز الثالث تحت إعلان اسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم 6:21 3 أجزاء من الثانية. ثانية والناموس المسري.